اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. الزميل العزيز الشريف عادل معه الكابتن حماده علوي مدير الكره بفريق بلديه المحله. نتابع ماذا قال الكابتن حماده علوي مدير الكره بفريق بلديه المحله. كابتن حماده مبروك المكسب النهارده، يعني اجواء المباراه شفتها ازاي والمرحله اللي فاتت اكيد تجاوزتوها من خلال الفوز النهارده على حساب النادي الاسماعيلي؟ الله يبارك في حضرتك. الاول بقول هارد لك لنادي الاسماعيلي، نادي كبير جدا 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 ومعاه جهاز فني كبير ومنظومه، ناس استقبلتنا احسن استقبال، ان شاء الله نقدر ان احنا نعيش لغايه اما يجي ماتشهم ان شاء الله ونرد الاستقبال ده، ناس محترمه. احنا اتكلمنا مع اللعيبه من بعد الماتش، احنا كنا مضغوطين جدا، ثلاث هزائم ورا بعض، ثلاث هزائم طبعا مع فرق مقدمه وفرق كبيره بس النتائج كانت كبيره. فاحنا كل الكلام اللي ما بنلحقش نتمرن بنتكلم من العامل النفسي وان انتوا تقدرهم وان احنا عملنا نتائج قبل كده كويسه جدا مع فرق كبيره. اللعيبه مصدقه ان احنا نقدر نقعد من الدوري ونقعد بدري، ده هدفنا. زي ما انت شايف النهارده اللعيبه رجاله جدا، 11 والخمسه اللي نزلوا جهاز النهارده ادار المباراه باقتدار، ربنا التوفيق برضو عامل التوفيق في الكوره زي ما انت شايف. هم ليهم كذا فرصه خطيره جدا، احنا لنا هم ليهم اكتر، كان ممكن يتعادلوا معانا في الاخر بس احنا ربنا واقف معانا وربنا مقدر الجهد اللي اللعيبه والجهاز والاداره والناس كلها بتعمله، والحمد لله ان احنا حصدنا 3 بونت يعتبروا اهم 3 بونت الماتش ده ب6 بونت نظرا للموقف بتاع الفرقتين، وان شاء الله ربنا يسهل نقدر نعدي ونقل الاسماعيلي كمان يعدي. احنا بنحب كره الاسماعيلي وبنحب الناس في الاسماعيليه. شكرا شكرا شكرا. اكيد ده كان لقاءنا مع الكابتن حماده علوي مدير الكره بفريق بلديه المحله، والان العوده من جديد والاستوديو التحليلي.